شو هالحكي اللي عم تقوله سامرات؟ عن جد مفكر اني رح اجيب بس تخت لأول طفل بعيلتك؟ وكمان سميتها مانديرا. انا عطيتها الاسوارة الذهب، ذهب اصلي. ليش ما قالت لك خالتي؟ العمة هي بتهدي التخت مزبوط، بس اي عمة منهم اللي جابته؟ ومين اختار هذا الاسم؟ مانديرا. معقول يا ابني؟ تذكر انا قلت لك من قبل انه رشمي هي اللي حاجة تكذبوا علي. كذب كذب كذب، بتضلوا عم تكذبوا، مفكريني اجدب؟ لا لا حاج، لا تبكي يا بنتي. حاج حبيبتي خلص، هاد عمك يا حبيبتي، لا تخافي يا قلبي، وهو بحبك كتير. اهدي حبيبتي، هو ما عم يعيط عليكي يا حبيبتي، هو عم يعيط على القطة. لا تخافي حاجي، تبكي يا بنتي، هو بحبك. خديها لهنيك، يلا خلاص، يلا نامي نامي. برأيي الموضوع مو مستاهل العياط. انت كيف بتسمحي لحالك تعطي رأيك وكأنك بتعرفي اللي صاير؟ الليلي ليش عم تتدخلي بهذا الموضوع؟ احكي الحقيقة أمي، مين اللي جاب هالتخت؟ عمتها هي اللي جابت التخت. اسكت انت. شو ما كان رأيك فيها، بالنهاية عمتها. عمتها الحقيقية، اختنا اديتي، هي اللي جابت التخت، هي اللي جابت التخت، وهي اللي سمتها كمان مانديرا. كيف بتتجرأ تعمل هيك؟ انتو كيف بتعملوا هيك بدون علمي؟ اهدى يا ابني، مو هيك القصة. البنت المسكينة شافت الخبر بالجريدة وحبت تشوف الطفلة، وضلت واقفة وناطرة على باب البيت. أكيد كانت عملت مشكلة لو ما قبلت الهدية اللي جابتها، لهيك قبلت أخده وجبته معي على البيت. خفنا كتير تعصب علينا، لهيك كذبنا. وغير هيك نحنا شي مرة خبينا عليك أي موضوع تاني غير هاد؟ ها؟ لا بس هلأ عم تخبوا. بكفي، وقفولي هالمسخرة فورا. كبيلي هالتخت، عم قلك كبيه بسرعة. يلا يلا، هالشي ما راح يصير يا سمرات.